جيراني وكلت عليكم الله، وكلت عليكم الله، شهدتوا في بلدي الزور 26 سنة لا اسمح لكم إلى يوم الدين. هو مريض من 2013، 9 سنين هو مريض، غادي في 9 سنين هو مريض. أنا من نهار 17 نهار 14 الشهر صايبت البركة في المقاطعة، وكنجري ونجاري، بغيت لي يديه ليا السبيطار، واللي كيخرج يقعد يعاير في الزنقة بوحدو، يقعد يعاير ويدخل. تعداو عليه ثلاثة من هنا من الكورس، دوروا حدا البحر، سلخوه بالعصا، الدري جهل. أنا بغيت نعرف هذيك الجنوية منين جابها، هذيك الجنوية اللي كان اللي هز ربيها الناس، بغيت نعرفها منين جابها. السلام عليكم، انا موت عبد الله المريض اللي في الدرع الثانيه اللي كيقولوا ليه تشينا. هو مريض، الله اللي عالم بيه، وانا كنترجى الله سبحانه وتعالى يشافيه ويشافي وليدات المسلمين اجمعين. وجيراننا شهدوا فيه بانه ما مريضش، واش غنقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هو مسكين، الله اللي عالم بيه، هو الله اللي عالم بيه. ما مالوش كيدير هكا، ما مالوش كيتعدى عليهم، ما مالوش كياديهم. وهما كان عليهم يوقفوا معايا ويمشوا معايا ويجروا معايا ويديروا عريضه بانه الدري مريض، ولا خطر عليهم وخطر على 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 الدراري الصغار وخطر على كل شيء. لانه هو يا مسكين، الله اللي عالم به، الله اللي قدر به. هو مريض من 2013، 9 سنين هو مريض، غادي في 9 سنين هو مريض من 2013. وهو حداهم في الدرب، نعس في السبيطار في مراكش 15 يوم، وقفوا معايا الناس الله يكثر خيرهم. كنعس في هذيك 15 يوم في السبيطار في مراكش، وجا وهم كيشوفوا كل شيء على عينيهم. نعس هنايا في السبيطار تاع محمد الخامس مرارا وتكرارا، ماشي مره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي راه الصحافه ورا اللي بغى يمشي للسبيطار تاع محمد الخامس يسول عليه، راه الدوسي ديالو كاين تما. ايوا هما كيشهدوا جيراني صدموني فيهم بزاف. انا ما بغيتش تعدى على حتى واحد، انا ما بغيت تعدى على حتى شي واحد. لقاو فيا هذوك الناس اللي ضربوا، الله يسهل لهم في المحسنين يا رب الكريم، يوقفوا معاهم. انا ما عندي حتى شي جهد، وما عندي حتى شي حيله اللي غنوقف معاهم فيها. شفتهم والموني وبكيت وبقاو فيا، الله اللي عالم حالي. جيراني وكلت عليكم الله، شهدتوا في بلدي الزور لا اسمح لكم الى يوم الدين، لا اسمح لكم الى يوم الدين. جيراني 26 سنه وكلت عليكم الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هادشي اللي غنقول، انا من نهار 17 نهار 14 الشهر صايبت البركه في المقاطعه، وكنجري ونجاري، بغيت لي يديه ليا السبيطار، وديما كنصايب البرقه وكنضل نجري بوحدي. قلت لهم صوروه وديروا لي ليه فيديوهات، خلي ندير ورقه للوكيل، خلي ندير قالوا نديه للوكيل باش يدير لي. بغيت انا ولدي تعالج، بغيت ولدي تعالج، ما كانش هكاك. مرض عنده 17 عام وكل شيء عارفه 17 عام. باقي هذاك كي قال هذاك، باقي الله مسكيني، الله نبت في الارض، باقي الله نبت، يلاه كي قال بسم الله في الدنيا. امراض مسكين، قلت لهم وكما قلت لها، ما هي الوحده ما هي جوج، قلت لها ديروا فيديوهات اللي كيخرج يقعد يعاير في الزنقه بوحده، يقعد يعاير ويدخل. لا اله الا الله محمد رسول الله. حاليا معتقل والبوليس، لان هذاك الشيء اللي دار راه لا حول ولا قوه الا بالله. تعداو عليه ثلاثه من هنا من الكورس، دوروا حدا البحر، سلخوه بالعصا، الدري جهل. انا بغيت نعرف هذيك الجنويه منين جابها، هذيك الجنويه اللي كان اللي هز ربيها الناس، بغيت نعرفها منين جابها. ديالت من هذيك الجنويه اللي كان كيضرب بها عباد الله، ديالت من الله اعلم شكون عطاها ليه، ولا الله اعلم منين جابها. لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. جيراني حطموني، انا جيراني ما خلاوش ليا ما نقول، ما خلاوش ليا ما نعاود. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.